الانتصار الليله في مباراه مازيمبي، لانه شفنا في الشوط الاول لكل ما الثاني باش نرتاحوا. تاج عكور لفريق النجم الساحلي، ممتازه جديد، سليم جديد، هذه كره الثاني، هذه كره الثاني، سليم جديد ممتازه، الكنترول، التسديده بعد مراوغه ما تمش، لكن مازال خطوره، فرصه كبيره والدفاع يدخل. عمر جمال اللاعب الدولي، بينما هنا الانطلاقه من سليم جديد، ممتاز سليم جديد، يتعدى يفسخ المدافع، يرفع راسه ثم يرفع الكره للعكاشي. هنا ممكن كان الكنترول والضربه، لكن العكاشي باطا شوية وفكر في سيناريو آخر، ما مشاتش مع الكرة. العكيت لما يمر فترة من الصيام عن مرمى المنافسين ونحن في الشهر الفضيل، الأمور تصعب بالنسبة. ستكون الكرة لفريق المونوموتابا في خطأ، يستفيد منه بطل الزيمبابوي. على الأقل ثلاثة أرباحة في الشوط الثاني كان دائما أفضل. لاحظت هذا في مباراة الهيرتلاند في سوسة، مع رحلة مضنية وشاقة يلعب في لقاء القمة ولقاء الترشح ضد مازيمبي. يعني مع رحلة مضنية وشاقة يلعب في لقاء القمة ولقاء الترشح ضد مازيمبي. يعني البيفو الارتكاز لاعب الخبرة. ممتاز تبديل الكرة من شاكر، يلعب لجديد، سليم جديد يطلع له بالراضية. سلسلة من المراوغات، الآن الباس لجديد. جيلسون معاه. جديد يعمل سلسلة من المراوغات، الحل الفردي، يتقدم. كان ممكن ترجع له الهدية وتعطي له الباس بالراس. على كل حال جديد يسدد كرة قريبة جدا من سليم جديد، ثالث من النجم الرياضي الساحلي. وجديد قريب من هدف افريقي غاب عنه عام كامل منذ مباراة كوماسي ضد الاشانتي. دخول الثنائي المصراتي وجديد للأمانة والحقيقة غيروا من شكل النجم. عطاوا حلول لابس الكرة سوائل بالراضية. يلعب كرة جيلسون أو جديد، جديد لسهيل، كرة ممتازة من مصراتي وفي خطأ بإنذار. حكم يكتفي بإعلان الفاول لمصلحة النجم الرياضي الساحلي واللاعب سليم جديد أو لا. إنذار موجود، إنذار كان في محله والحكم طبق القانون، ضمن النقاط الثلاث. وإن شاء الله من الغد نبدأ نستعد ونفكر كيف نتجاوز فريق المازيمبي. تمشي كرة في وسط الملعب، شاكر السواغي، اندفاع قوي في اخر دقائق المباراة. شاكر السواغي يعطي باس ممتاز من شاكر، سليم جديد، سليم جديد وكرة في الاوت، يظهر في فورمة كبيرة، يظهر لي برشا اوراق سيستفيد منها ان شاء الله لطفي رحيم، بينما كرة خطيرة جديد هذا. سليم تازة، نعم هو سليم جديد. فرصة أخرى للنجم الساحلي. سيكون مهم جدا. إن شاء الله المباراة ستلعب. جيلسون سيلفا، جيلسون يعمل باس، كرة لجديد، جديد لميكاو بارا. بالكرة داخل مناطق الجزاء وطيبة من أيمن عبد النور. يرجع الكرة في هجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي سليم جديد. والمخالفة هذه المرة. المخالفة والبداية القوية محرز في هذه المباراة سريعة. حافظ قاعدين نلاحظوا زوز فرق يدرسوا الإعاقة نتاع المهاجم هي اللي جابت المخالفة. إذا مخالفة شاكر السواغي في اتجاه سليم جديد والكرة تخرج. ترجع الكرة من جسم خلوه في قصيرة وتعود لصالح النجم عصام الجبالي لسليم جديد والهجوم السريع للنجم. ترجع الكرة من جسم خلوه في قصيرة وتعود لصالح النجم عصام الجبالي لسليم جديد والهجوم السريع للنجم علي المعلول. شاكر البرقاوي. الضغط الآن من النجم الرياضي الساحلي. سليم جديد الهجوم للنجم. سليم جديد أمامه أمين عباس قبل ما تخرج يحاول توزيع أرضية. الكرة ترجع من حمدي رويت. عصام الجبالي يرفع في اتجاه سليم جديد وثم علي المعلول يتباطا وفرصة التهديف والكرة عالية خطيرة جدا. الكرة كانت صعب جدا هذه الإعادة. الكرة كانت من عصام الشبيلي وعلي المعلول كان في موقع طيب لاسترجاع الكرة لكنه ما روضش كما يلزم. أمامكم الإعادة واستغل الفرصة سليم جديد ولكن تسديدته كانت عالية. قلت خبرة حافظ فرصة خطيرة للتهديف. قلت خبرة الشبيلي نافع الشبيلي سليم جديد. سليم جديد نافع جبل
نفع جبالي يتقدم النجم الى الهجوم الان. سليم جديد ثم محمد علي نفخه لايمن المثلوثي يرجع الهجوم للنجم. سليم جديد امامه امين عباس يرجع بالكره. الشوط الاول شرف على النهايه والكره عند كما نقولوا اضافه هدف ثاني ممكن كما نقولوا يقتل المقابله والنجم الساحلي نعرف ولا كما نقولوا اضافه هدف ثاني ممكن كما نقولوا يقتل المقابله والنجم الساحلي نعرف يحاول يمرر للجبالي ثم جديد سليم جديد والهجوم لصالح النجم والحارس وليس ايمن بن عمر اللي هو يشغل نفس الخطه في النادي الصفاقسي. على كل الهجوم يرجع للنجم الرياضي الساحلي. مبروك مبروك كذلك يا كوبا يرى صحيح حافظ قاعدين نشوفوا نلاحظوا مباراة في هذه اللحظة بكورة للظاهرة الأيمن للنجم الرياضي الساحلي سهيل برافيا. نجدد التحية لكل مشاهدينا على قناة تونس 21 وكذلك مع المحلل شرفقني في تحليل هذا اللقاء والتعليق على هذا اللقاء نادر داود. أهلا بك نادر من جديد. مرحبا بك حسام، مرحبا بجميع مشاهدي قناة 21 في هذه القمصة الرمضانية الكروية اللي قبل كل شيء نتمنى ونظن مبروك لجميع الأخوة في صفاقس بالذات، لكن هذا الشيء ما يمنعش أنه كل المعطيات يعني تلوح أن نشاهدوا مقابلة يعني ممتعة، رغم نقولوا رغم الغيابات اللي في بعض الأحيان عن طريق بعض الإصابات أو كاختيارات فنية من زوج مدربين. تدخل الهجوم المعاكس للنجم الرياضي الساحلي من الجهة اليمنى يسبق الكرة مازالت عنده اللاعب النجم الرياضي الساحلي في محاولة للتصوير. سحب المحاولة الأخيرة عديد الشبان في النجم الرياضي الساحلي على غرار سليم جديد وديع بن حاج فرج وكذلك عصام الجبالي شطبري في هذه الكرة. صحيح لكن خلينا نقول أنه محمد السوسعي دخل المقابلة حاليا يعني وانت مدرب نادر اختيارات المدرب والنتيجه هي اللي موسى شهاب الليلي يعرف هذا الفريق ثالث موسم يدربه على التوالي بعد ما صعد معاه قبلها صعد بالملعب الجابسي بقى في النخبه في الموسم الفارط وبطوله اكيد انه الاستمراريه يعني لازم تعطي الاكل نتاعها الاستمراريه وقت يبدا اطار فني يعني كفء يقوم بعمل يعني كبير ما ثماش علاش نعطيه الفريق المناسب من محمود الخميري قطع كوره كانت يمكن أن تصنع الخطر على دفاع. هذه الإعادة وهذا التدخل كان على اللاعب سليم جديد كان تدخل من حمزة البلعابي والعيار اللي يمكن لأول مرة يلعب في محور الدفاع سهيل مغادي وأيمن عن النوذن يعني على الأطراف وديع بالحاج فرج وبالقاسم تونيش زوج لأخذ نسبة على دفاع النجم الساحلي كرة في العمق ومحمد الزويبي ما تمكنش في الثنائية والعملية الثنائية مع أحمد العكيشي أنه يكون التفوق ليه مهما كانت مخالفة ولا مش مخالفة لأنه بقية العملية جيد وخيم الشوط الأول. الكرة للنجم الرياضي الساحلي سليم جديد يعطي الكرة إلى أحمد العكيشي سداد البخاري وصل في محاولاته للتسجيل خاصة للمعنويات قبل مباراة ضد هارت لندن النيجيري حتى ثلاثة نقاط بل الأهداف المدفوعة والمقبولة ستكون هامة للنجم سوسة سادات البخاري سليم جديد عنده الكرة إلى الجهة اليمنى السياسة هذه الملعب التونسي هو يتوخى السياسة هذه وسياسة بكل يعني ناجحة. تابعوا هذا الهجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي سليم جديد لأحمد العكيشي هاي الإعادة أحمد العكيشي سليم جديد إلى أحمد العكيشي ترويض ما كانش طيب من قلب هجوم النجم الرياضي الساحلي. هذا ما نتمنوه على كل فما زوز محاولات يعني محاوله من النجم الرياضي الساحلي اللي جات هذا ما نتمنوه على كل فما زوز محاولات يعني محاوله من النجم الرياضي الساحلي اللي جات في اتجاه سليم جديد توصل له الكره سليم جديد من عصام الجبالي والكره في تمشي كره في الركنيه اول ركنيه في المباراه لمصلحه النيجيريين او تمس رامية الجانب باهي من سوايل بالرادية تخرج كرة من الدفاع التونسي النجم في مهمة سهلة بعد أسبوعين ضد الهيرتلاند ضد المونيمو تابا في سوسا لكن في اللقاء سادات بخاري ادخل فيكس المدافع ادخل يا سادات ترجع الكرة من لاعب النيجيري في الدفاع النجم البريسينج والحكم المساعد يقول برايته والباس
يلعب كورة لعكاشي ممتاز جديد روض الكورة على قرن ركنية باهي يا سليم باهي يا جديد سليم جديد يتحصل على الكورة بين النجم والهيرتلاند تمشي كورة كنترول باس الكورة جديد مساد في الملعب يلعب كورة بخاري سؤال بالراديو سليم جديد يطلع للضغط الفريق النيجيري ونربحوا تماس مباراة 3-30 يمشي للتنفيذ كرة أخرى صعبة علاش ملعبهاش طول جديد يوزع كرة كرة يا آخر الشوط الأول خطيرة برافو بلبولي كانت صعيبة برشا سليم جديد علاش السرعة في الأتاك ما فماش كونتر أتاك سليم جديد فما سباس برشا سباس جبالي عصام جبالي مش ممكن كرة أخرى تمشي كورة من أيمن البلبولي حاول سادات بخاري في وسط الميدان سادات يلا تمشي كورة من أيمن البلبولي حاول سادات بخاري في وسط الميدان سادات يلا ترجع كورة العكاشي كورة من مبروك في وسط الميدان ممتازة الجرينتا الجرينتا عبر بسرعة عبد النور ترجع الكورة عن طريق الجبالي عبد النور هين المتابعة والكرة يلا مصراتي هي يطلع بالراس فرصة كبيرة مش ممكن والتعادل يضيع يلا مصراتي هي يطلع بالراس فرصة كبيرة مش ممكن والتعادل يضيع مجدي المصراتي مجدي المصراتي ينطلق الهجوم ينطلق الهجوم للنجم الساحلي عن طريق اللعب التغيير أظن في تغيير طبعا سلام أخطر كرة غنية في هذا الشوط الثاني مرت بسلام ودفاع النجم يتصدى ويمشي الهجوم ميكاو بارا او بارا برافو البجاوي كرة وجديد والتعادل جول جول للنجم الساحلي ينزل الماركيو ماركون لا تبكي يا مزيان فان للنجم ينزل على الملايين والعرق يتصبب من قلوب الملايين يا معلم يا جديد خلص 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 لك شرميتي الثانية يا نجم الساطع 1-1 سليم جديد بالمنطق بالعدل الحمد لله ما قصتش الصورة رجعت معاك يا سليم يا ولد الخير يا جديد 1-1 رغم ورغمة يسجل النجم الثاني سليم جديد هي لا يوصلها للمصر رغمة يسجل النجم الثاني سليم جديد هي لا يوصلها للمصر المجموعة الثانية أكثر غدا المريخ والشبيبة ماذا سيصنع المريخ بعيدا عن الديار وماذا سيفعل الشبيبة أمام الأنصار بينما جديد وكرة عند الحارس مازلنا طامعين يا سليم مازلنا ماذا سيصنع المريخ بعيدا عن الديار وماذا سيفعل الشبيبة أمام الأنصار بينما جديد وكرة عند الحارس ومازال أيضا تقريب 5-6 دقائق وقت بديل ترجع الكرة سليم جديد لازم نرجع نصر على التعادل إن شاء الله إيمي كاوبار اليوم أطمعت في النقطة اليوم حسيت النقطة اليوم تعاوت للنقطة وممكن النقاط الثلاث أنا أطمعت في نقطة أما يجديد تجيب ثلاثة رائعة جدا يا ولد تمشي اليوم أطمعت في النقطة اليوم حسيت النقطة اليوم تعاوت للنقطة وممكن النقاط بس الميدان محمد علي نفخة يتريث يلعب مع سليم جديد نفخة من جديد نفخة ينطط طويلة كرة عمار جمل يروض الكرة سليم جديد إيفيرسون باهي سليم جديد سليم جديد اصطدام بين بركارة كرة خاطئة سليم جديد مجدي المسراتي بالقاسم تنيش قوية نوعا ما إيفيرسون بيريرا نفخة باهي جديد يروض كورته يروض يلزم ينقص باهي مجدي المسراتي كورته يروض يلزم ينقص باهي لصالح نادر كارا بالقاسم تنيش باهي جديد فما تعب على مستوى وسط ميدان الفريق الليبي في اتجاه سليم جديد يسقط مع زوج لاعبين وحكم يأمر بالمخالفه مخالفه واضحه 40 دقيقه لعب في هذا ايمن عبد النور يوزع ترجع من عمر داوود في مره اولى كره في اتجاه سليم جديد لازم يراود كورته ويحتفظ بالكره اكثر من اللازم سليم جديد باهي من سليم جديد ويربح الركنيه يربح الركنية باهي العملية من سليم جديد استماتة
ومردود طيب في الشوط الثاني من جانب فريق النجم. ثم باهي من عمار جمل، باهي العمليه سليم جديد كما جات، فما المهدي بيضيف له، يراوغ المهدي كره، اللاعب رضوان الفالحي للجهه اليمنى، ترجع من جديد رضوان الفالحي، موجود على الجهه اليمنى رضوان الفالحي مكان اللاعب سهيل براضي مبدئيا كظهير ايمن في التشكيله، يعني رضوان الفالحي نعرفه السليبي. 8 دقائق منذ انطلاق الشوط الاول، دائما التعادل بدون اهداف بين الفريقين. عمار جمل طويله الكره في اتجاه سليم جديد، فعلا توصل باهي التمريره، سليم جديد لازم يحافظ على الكره، سليم جديد ارضيه ايميكاو برا ينتظر في المسانده، حبي باغت من بعيد عند الفالحي في خطه الظهير ايمن اليوم. سليم جديد، سليم جديد يندفع وينطلق، باهي من سليم جديد ما تخرجش الكره لزار رضوان الفالحي يبقى على الميدان. سليم جديد ينطلق، ينطلق مع البخاري او الايميكاو.